بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. يقول القائل علاش احنا نثير مسائل كجزال الرباني للصادقين والعاملين بالخيرات ومعاكسين لهم؟ يقول القائل قال لي انا فعلا الأقلية المؤمنة اللي هي تأتي بالخيرات لعباد الله ولطبيعة الله و و و هما كلا لابد أن نرفعوا معنوياتهم، نذكرهم بما وعدهم الله من خيرات تنتظرهم سواء كان في آخر عمرهم ينفس عليهم، لأنه يضيق عليهم عادة، لأنه رب يقول حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا، ويكونوا في قبورهم هما في الحقيقة جنات، يعني روضة من رياض الجنة يتنعموا فيها ويحمدوا ربي يعني ما كانوش ما كانش قبورهم قطعة من النار، وأنهم مجروا بعد يوم البعث آمنون ومش يدخل الجنة، بشر الملائكة ادخلوها بسلام بما كسبتم في حياتكم الخالية. المفيد احنا نذكر لعلنا نعاونوا الأولين ونحضروا الآخرين اللي هما لا يؤمنون بالله ولا يصدر عنهم أي كلام طيب ولا هكا يحسن لغيرهم، بل يزيدوا سرقات ويزيد إذلال للغافلين واليتامى والمظلومين والمضطهدين وهلم جر. فيقول ربي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، سادي اون سانكسيون دو ميم بوا كو لو فورفي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، سادي اي سون فريمون دون ان ايتا ديبريسيف، يعني ما عندهم حتى حلاوة عيش ولا همة حاضرة، الكل مهدودين مروا فيهم نار كلهم هم هم، وبقي لا يشكر ربي ولا ينتفعون بما يأكلوا ويشربون لأنه جاي من الحرام، وكل قطعة من الجسم تنبت بالحرام في النار أولى بها كما قال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. نرجع إن شاء الله. الحمد لله.